اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه بساطه وسهوله ومرونه. بنروح على بعض المطاعم وبعض البرندات المشهوره، يعني يقول لك بيعمل طواجن جامده جدا، طواجن عكاوي، طواجن كلاوي، طواجن مكرونه. انا النهارده هعمل طاجن المكرونه بالسجق على مدرسه المغازي. مقاديره في متناول الجميع، هي شويه سجق كده حسب عدد افراد الاسره، ممكن يكون نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، زي ما انت حابه. والمكرونه وبقيه التفاصيل معايا بسيطه وسهله. معايا كمان النهارده البطاطس هعملها كفته. وايه الجديد يا مغازي؟ لا، الكفته النهارده بتاعت البطاطس هنعملها مكون غذائي، قيمته الغذائيه عاليه جدا، فيها البروتين الحيواني، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات. معايا بطاطس مسلوقه بالقشره، وهنقول ليه سلقناها بالقشره، ومكوناتها في داخلها بيض مسلوق. هي دي التركايه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، وما تفكش منك في قلب الزيت وانت بتحمريها. نيجي للربيع وفواكه الربيع وخير ارضنا واللي احنا فيه دلوقتي. الحاجه اللطيفه بتلاقي الموز معانا، الجوافه معانا، الفراوله. تعالوا نعمل سموزي الربيع. سموزي الربيع مكوناته في متناول الجميع، فراوله، موز، جوافه. ولكن التركايه امتى اخلي السموزي ده الواحد يشرب كوبايه واثنين وثلاثه؟ بالتاكيد برضو فيه تفاصيل، ويا فراوله يا بتاع الفراوله. مش عايز اطول حضراتكم لان الشغل النهارده بسيط كده، بس فيه خبره طهويه باقل تكلفه ممكنه. تقدري تعملي سفره متنوعه وفي نفس الوقت تليق بكل افراد الاسره، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا طاجن المكرونه بالسجق، نشوف مقاديره على الشاشه. بسيطه، سجق نص كيلو، ربع كيلو حسب عدد افراد الاسره. معانا مكرونه صغيره بتاعت الكشري، اهي شكلها الحلو ده كده اهي. المكرونه دي انا بحبها في الطواجن دايما، هي احلى من البنه وفي نفس الوقت كمان الاسباجيتي. طب ليه اخترتها الصغيره دي؟ دي فيها فراغ من جوه صغير ده، وده طبعا بيبقى يتملي بالصوص بعد ما بتتحمر وتبقى لطيفه وجميله، ولكن ده يفضل عمل المكرونه دي في الطواجن اذا انت مش عايزه تعملي لسان عصفور. حلو الكلام. ومعانا فلفل حار، ومعانا شويه ثوم وشويه بصل وزيتون اخضر. وتحب بقى، حبك للمطبخ هو اللي هيغطي على كل ده. تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي. طاجن المكرونه بالسجق، مقاديره على الشاشه وتفاصيله صغيره جدا. اول حاجه معلقتين من زيت الزيتون ومعلقه سمنه، حلوه. وبعدين تخش المطبخ وانت كده عايزه تتعلمي حاجه حلوه، وفي نفس الوقت كمان مهم جدا انك انت تكوني بتحب المطبخ. بتحب المطبخ كل حاجه هتطلع بعون الله معاك زي الفل. معلقه السمنه دي هنا كده زي الفل، ونحط بصل ناعم. وبعدين انت ما تبصيش ان كل حاجه معايا جاهزه ومتحضره، وطبيعي انك انت ممكن تعملي الكلام ده في المطبخ عندك برضو، يعني عادي عندك وقت بالليل تقشري بصلتين ثلاثه. اقشر البصل من اعلمك ازاي البصل ده ما يطلعش ريحه حتى لو حطيتيه في الثلاجه. تاخدي البصل ده بتحطيه في شويه ميه ساقعه، حلو الكلام، مع شويه ملح، وتحطهم في الثلاجه يقعد معاك يومين ثلاثه ما يطلعش اي ريحه. اهم حاجه انك تحطيه في ميه. حلو، معانا التوم اهوت، اصبح هنا في توم وبصل. عينيا هتوجعني من ريحه التوم والبصل، وكل يوم توم وبصل، كل يوم المطبخ توم وبصل مع الشيف المغازي. لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري. معانا شويه البهارات الحلوين، معانا شويه روزماري. دايما الاعشاب بتغطي ريحه البصل او بتسيطر على ريحه البصل والتوم في المطبخ. روزماري زي ده كده اهو، بدات اشم ريحه الروزماري مع الزعتر. حلو، احضر البصله والتومه. انا بعمل الصلصه بتاعت الايه، الطاجن. المطاعم الكبيره بتعمل ايه بقى؟ بتعمل حله كبيره كده فيها صلصه طماطم وتجهزها، تاخد منها للعكاوي وتاخد منها للسجق وتاخد منها للكوارع، تبقى جاهزه لكل حاجه. طبعا احنا بنعمله على شكل صغير كده مع بعضها، بصل، توم، روزماري، زعتر. تحميره حلوه، لازم البصلية تحمر تدينا الطعم والفليفر بتاعها اهو. وبلاش تستخدموا مكسبات طعم، امهاتنا رحمه الله عليهم واللي موجودين ربنا يديهم الصحه وطولة العمر يا رب، ونفرح بيهم وجودهم في وسطينا. ما بيستخدموش مكسبات، بيستخدموا اصابع ايديهم واطراف ايديهم الحلوه اللي بتنقط عسل في قلب الطاسه وفي قلب الحله.
دايما يقول لك يا ام الله يرحمها او والدتي مثلا لما اروح عندها اكل كذا وكذا وكذا، ما اعرفش ليه وما بعرفش يعملوا زيها. الحب يا اخي والبركه، الحب والبركه بتاعه الام دي ما تتعوضش. خلي بالك هي تسمي بسم الله بس كده والحاجه تطلع زي الفل. شفتوا البصلايه والتومه خدت احمرار ازاي؟ اهو شفتوا ازاي، هو ده الشكل اللي بدور عليه. ملاحظين انا مهتم جدا بالموضوع، معلقه السمنه، الزيت، بصل، توم، زعتر، روزماري، اهو زي الفل. تنقلب كده تمام. لسه ما خلصتش كده. انا جهزت البصلايه لشويه صوص طماطم جامدين جدا زي ما هم كده يا عم الشيف. بناخد حاجتين مهمين جدا، معلقه سكر وشويه عصير طماطم. ادي معلقه السكر في البدايه، دي مدرسه المغازي اهي. ليه السكر؟ عشان جوزك ياكل من الصلصه دي وما يحصلش عنده حرقان على القولون، الجهاز الهضمي، ارتجاع مريء. السكر بيعالج الحموضه اللي موجوده في الطماطم للناس اللي عندها مشاكل مع القولون. اصبحت البصلايه كده زي الفل، اتكرملت، زودناها سكر وحلاوه اكتر ما هي مسكره. ننزل بالطماطم. لا عجبني قوي شكل البصل، عجبني قوي هي كده بتتخانق مع السمنه والتومه والزعتر والروزماري. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده هو ده. شكرا الله. خلصت الحكايه يا عم الشيخ. عايزه تعملي طاجن العكاوي عندك الاساس بتاعه، عايزه تعملي طاجن كوارع عندك الاساس بتاعه، عايزه تعملي صينيه مكرونه بالفراخ عندك الاساس بتاعه، اللي هي الصلصه اللي انا عملتها دي دلوقتي. هسيبها زي ما هي كده يا عم الشيف، واغطيها واسيبها تتسبك تسبيكه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بعد التسبيكه دي هنشوف هنعمل ايه. ونغطي كل حاجه كده، واهم حاجه مطبخك يكون مترتب وكل حاجه ترجع مكانها. نغطي الحله بتاعتنا ونسيبها على النار. نرجع للمكرونه الحلوه دي اهي. في طريقتين لعمل طاجن المكرونه. الطريقه الاولى اللي انا بحبها ان المكرونه دي تتحمر زي لسان العصفور. في طريقه سريعه للتحمير، عندك حله تخليها للبطاطس المقليه تحمرها في قلبيها مفيش اي مشكله. تجيبي معلقتين سمنه وتبداي تحمري المكرونه دي زي ما بتحمر الشعريه مفيش مشكله. هنحطها في زيت غزير دلوقتي ونحمرها مفيش مشكله. ولكن تحطها نيه مبقتش طاجن بقى، هي كده لو حطيتها نيه هتتكسر منك ومبقتش طاجن مكرونه. خلي بالك السر هنا في احمرار المكرونه. عندنا زيت هنا درجه حرارته عاليه، ونحط المكرونه هنا ونحمرها. معقوله يا شيف زيها زي البطاطس؟ اصبر على رزقك يا غالي. ما دي مش هتطلع صوت، خلي بالك انت مش بتحمر زلابيه. بيقول لي ما طلعتش صوت ليه يا مغازي؟ دي غير الزلابيه وغير بلح الشام. شفت هي طلعت الصوت اللي انت عايزه. ده الجديد. اما انا اعمل بقى افتكاسه. ايه الافتكاسه؟ وايه التركايه اللي اتعودنا عليها من الشيف المغازي؟ بتحمري في زيت بطاطس، بتحمري في زيت كنت محمره فيه قبل كده كفته وليكن، وعايزه تشيل الريحه بقى وتفصلي الموضوع ده بشياكه. شفت الخبره الطهويه لما بتلعب دورها؟ بص بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. في قلب الزيت. خلص الكلام. الموضوع راح في حته تانية خالص. الزيت خد طعم الروزماري، ما عندكيش روزماري حط زعتر. ما عندكيش لا زعتر ولا روزماري هقول لك تعملي ايه. خليكي معايا خطوه خطوه، وانا مش هخليكي تفكري ولا تحتاري. ايه يا عم الشيف؟ ورقتين نعناع اخضر. يا بتاع النعناع يا منعنع. تقوم ريحه الزيت هنا تبقى متحضره وجاهو زي الفل في قلب الزيت كده. انا بفصل الريحه بتاعه الزيت، والزيت ده اكيد عندك في الثلاجه. لا 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 مش عايز انا بقى، لا برتقان وليمون في حاله لما اكون بحمر سمك يا استاذ. لان الليمون والبرتقان بيمنع ريحه السمك والجمبري عشان الجيران ما يعرفوش، عشان حماتك لما تيجي ما تعرفش انك عامله شويه جمبري لجوزك. انا اخد المكرونه كده بالشكل ده كده. خدت لون ازاي؟ طب الروزماري والحاجات اللي انت حاططها دي هتنزل في الطاجن؟ عادي مش تحصل حاجه. النعناع ده ينزل في الطاجن؟ عادي مش هيحصل حاجه. طب انا عشان اعمل شويه طاجن مكرونه لازم اجيب 5 كيلو زيت احطهم في قلاي؟ ما انا اتكلمت على التفاصيل دي من البدايه. في طريقتين لتحمير المكرونه. الطريقه الاولى ان انا بحط طاسه على النار
وابدا اقلب واحمر كده 3 4 دقايق 10 دقايق لغايه لما تاخد لون كانك بتحمر شعريه او لسان عصفور. دي طريقه. الطريقه الثانيه السريعه وبتاعه الشو اللي انا بحمرها كلها مره واحده عشان وقتنا، خلي بالك بس عشان ما اخدش تعليقات ويقول لك انا عشان اعمل طاجن مكرونه اجيب 3 4 كيلو. لا خالص، انا قلت في البدايه في كذا طريقه للتحمير، ده كفايه قوي. اشيلها كده من الزيت هو ده، واسيبها تصفي زيتها كده لان هي طبعا ايه تبقى شايله زيت بطبيعه تصنيعها كده الله، وانساها شويه خالص، شيلها من راسك دلوقتي خالص. نرجع للسجق واحده واحده كده مع الطاجن ده كده. السجق عندنا حته من عند الجزار، ربنا يوعدك بزياره النبي يا ابو محمد. ايه الريحه الحلوه انا شاممها دي؟ ايه الجمال ده؟ بص على التسبيكه، بص على تسبيكه الطماطم وشوف الشقاوه بتاعه الطماطم. بصلايه، التومه، روزماري، الله. واسيبها لغايه لما ميتها تنشف كده الله. حلوه الله على الريحه الحلوه. عايزها سبايسي حط فلفل حار، دي بتاعتك انت بقى. السبايسي ده اختياري، ده فلفل حار. الطواجن دايما بتبقى فيها طعم السبايسي، بيبقى فيها طعم الشقاوه انواع من الفلفل عندنا اهم حاجه نشيل البذر منه، خلي بالك الحاجات الصغيره دي ما تخليهاش تعديكي. سكينه الحاجات الصغيره دي بقى، شفتها سكينه صغيره هترفعها، هو ده من غير ما تعوري ايدك خالص. ده مهم جدا على فكره، من مصروف البيت هتطلعي كده جنيهات وتجيبي الحاجات الصغيره السكاكين الصغيره دي تقطعي بيها فواكه، تعملي بيها جرنش للاطباق بتاعتك، وده الطبيعي. تنضفي بيها سمك، تنضفي بيها جمبري، وسكينه صغيره حلوه كده شيك تخليها دايما عندك، شيليها في مكان في الدرج بتاع المعالق بعيد، لانها ممكن وهي صغيره كده بتجيبي حاجه من الدرج تعور ايدك. الحاجات اللي بقولها لك دي بتحصل في اي مكان، فعشان كده بحذرك منها. السكاكين الصغيره بالذات خليها في كوبايه كده بعيد عن متناول الايد، علشان دي ممكن تعمل لنا مشاكل واحنا في غنى عن المشاكل. بتجيبيها مستعجله، ابنك عايز معلقه من الدرج، عايز شوكه، تيجي دخلت ايدك في وسط المعالق والشوك تلاقيها عورت ايدك على طول. هننزل بالفلفل ده كده الله الله. حلو، نجي على السجق بتاعنا الحلو ده كده. ده الموضوع ده اللي يهم المخرج اهو، عايز يشوف الهوبر، تعمل مكرونه تعمل فراخ، انا مش عايز غير الهوبر. الله 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 الله. دايما لما بيجي نستخدم السجق بتلاقيه فرط مننا وبقى قلب على لحمه مفرومه. انا عايز شخصيه السجق ده تبان مع المكرونه، الاثنين كده يبقى لهم شخصيه. اعمل ايه وانت معايا واحده واحده كده؟ صوص الطماطم اهم حاجه بيغلي على النار. الله عينيه، حاضر زي الفل. ممكن نزود له شويه فلفل، شويه طماطم، شويه ميه هنا كده الله الميه دي اللي هتساعد على سلق المكرونه، خلي بالك شفتي؟ ونسيبها على النار. ناخد الفلفل ده برده كده، مخرجنا بيقول لي زود الحر شويه، انا بحبه حار، مش هزعلك، انت حر، انت اللي طلبت ان يكون الطاجن سبايسي. بتروح لبعض المطاعم يقول لك ايه، عايز الطاجن حار ولا مش حار؟ السجق يتقطع بالشكل ده كده الله. شفت القطعيه دي مهمه جدا على فكره، سكينتك تكون حاميه علشان ما يتبهدلش منك. حاضر عينيه من الاخطاء الشائعه اللي ممكن احنا نقع فيها في طاجن سجق زي كده وتلاقي السجق ده فرط منك وشكله مش لطيف، انك بتحطيه في شوربه مش بتغلي او في طاسه مش شديده الحراره. فانا عايز احافظ على شكله، اعمل ايه؟ انتهز فرصه الصوص ده بيغلي كده وتبلته، حلو الكلام وكده. ابص عليه ايه الاخبار؟ لازم يقوم على طول ياخد شكله ويشد معانا على طول وتغطيه على طول مباشره. حاضر عيني، حاضر. المفروض
هنتكلم على المفروض وبعدين ايه احنا مع بعض. المفروض ده ما يتقلبش خالص، والمفروض بمجرد ما احط السجق اغطيه عشان اعمل عمليه احتباس للبخار اللي طالع ودرجه الحراره والغليان مع السجق، يوم ياخد شكله يقوم لما يغلي مع المكرونه تلاقي حبايه السجق بشخصيتها والمكرونه بشخصيتها. بس مخرجنا قال لي ايه، ما تغطيهاش عشان هطلع فاصل بيها، فنسمع كلام الكبير. هنطلع فاصل اطرح وعيد تمام، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، يعني تقدري بتفاصيل صغيرة بمقادير في متناول الجميع تعملي طاجن مكرونة بالسجق، يعني محدش بيعمله غيرك في العيلة. هتقولي لي ليه بقى والموضوع ده؟ عشان بتتابع الشيف المغازى على القناة الأولى من الآخرة. بص على السجق وبص على الحلاوة بالله عليك، شوف الخبرة الطهوية هنا يا باشا. يتكسر مين بس؟ انت لو انت اللي هتخش المطبخ تعمله اكيد هيقلب على لحمه مفرومه. لازم يكون الشوربه او الصوص بيغلي. زي ما بتعملي كده البمبار، عايزه تسلقيه ومحش رز ومحش خضار واللي انت عارفاه ده كله. ينفع ان انا اسلقه في شوربه بارده؟ لا، لازم الشوربه تكون بتغلي وانزل بيه في الميه او الشوربه اللي بتغلي دي كده، او البصلايه والتومه في قلب الميه، واجهز له البوكي جارنيه، وبعد ما يتسلي اطلعه واحمره. ده بالبمبار، خلي بالك انا بتكلم على المنبار اللي انا مش بحبه. شايف السجق؟ اللهم صل على النبي، زي الفل. المكرونه اخبارها ايه؟ نبص عليها. بص على المكرونه اللي احنا حمرناها، اللهم صل على النبي. الصوت يوجع القلب من 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 الزلزال بتاعه. مكرونه متحمره، خلي بالك. طب اقول لك على حاجه حلوه بالله عليك، اقول لك على حاجه حلوه. ايه هي بقى؟ انت ممكن ما تحطهاش كلها، خلي شويه، خلي بالك. تقدري انك انت تعمليها حلو بجد يا شيف. والله بكلمك، هي اللحظه جت، الفكره جت وانا شغال، ما اعرفش هي بتيجي لوحدها كده من عند ده رزق، رزق. هما اللي اخترعوا الذره دول ذاكروا بالليل وصحوا الصبح اخترعوا الذره، ولا هو رزق ان ربنا الهمه واداله الفكر واداله الايحاء ان هو يخترع الذره؟ فنفس القصه اهو. الباقي من المكرونه دي ممكن نعمله حلو. وسميه حلو على طريقه المغازي. المكرونه اللي هتبقى زي كده بنسلقها في شويه شوربه، في شويه ميه معلش، ونحط لها السكر البودر وشويه قرفه، ويبقى حلو. خلي بالك. نقلب كده. الله عليك يا شيف، الله، تاكل صوابعك وراها وسيبيها على النار تستوي. نعم، سؤال جميل جدا يا مخرجنا. والله بيقول لي المكرونه كده مش متحمصه تاخد وقت كبير في السوى؟ بالعكس، ده هي تستوي بسرعه زي الشعريه كده، وتبقى ماسكه نفسها في قلب الطاجن. تدور على المكرونه تلاقيها، تدور على السجق تلاقيه، كل حاجه بشخصيتها. اللهم صل على النبي. الطاسه دي فيها خبره، فيها إبداع، فيها حكاية، فيها حدوتة. أسيبها زي ما هي كده. والمكرونة دي زي ما قلت لحضراتكم هنشيلها ونخليها على جنب، عايزها أنا. ممكن أعملهم حلو على فكرة. شوربة مية وأسلق المكرونة دي، بعد ما تتسلق بحط عليها سكر بودر زي الشعرية بالسكر كده وبالحليب، تبقى لطيفة جميلة جدا على فكرة، جربيها. هنخليها على جنب. نيجي للطبق التاني بتاعنا، ونخلي ده نتغزل فيه كده قدام عينينا بشكله بخبرته الطهويه، ونعمل كفته البطاطس بالبيض. هنعملها مع بعض ازاي؟ واحده واحده، احنا شغالين مع بعض. حط لها شويه ميه مغليه. مقادير كفته البطاطس بالبيض على الشاشه. بطاطس مسلوقه بالقشره بتاعتها، بعد ما بتتسلق بالقشره بنعمل ايه؟ بنقشرها. ليه سلقتها بالقشرة يا مغازي؟ عشان نحافظ على النشويات اللي فيها والكربوهيدرات اللي موجودة فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، عنا بيض مسلوق. بيض مسلوق وبيض سليم هنحتاجه يعني. حلو الكلام؟ أنا هنا ببهر الإيه الطاجن زي ما أنا عايز بقى. اللي أنا حطيته ده بابريكا، شوية كزبرة، شوية كركم، وأظبط الطعم. طواجن يعني توابل. ونقلب كده. الله، وسيبيه يغلي على النار براحتك. لو سبتيه يغلي لبكره لا المكرونه هتعجن ولا السجق هيحصل له حاجه، خلي بالك. اسسناه صح وشغالين من البدايه صح.
لا المكرونه تعجن ولا السجق يفك منك. الله، يعني ده الطاجن ده قدامك هتبقى انت محتار، هتاكل السجق ولا المكرونه ولا التفاصيل اللي عملها المغازي. تعال نشوف هنعمل الكفته ازاي مع بعض. هنجيب كسرولة زي دي كده، اللهم صل على النبي، ونحط فيها البطاطس، نكسرها كده تبرد البطاطس، نشيل القشره بتاعتها ونكسرها كده. على فكره انا بحب الكفته دي قوي على فكره، يعني انا مش باكل البيض المسلوق للامانه، سواء في اوبن بوفيه سواء في البيت ما بحبش البيض المسلوق، واذا صدفت يعني وجعان قوي كلت اكل البياض بس، ما اكلش الصفار من صغري. حلو، فانا عايز اكل البيض، اقوم ادخله ببعض الاطباق بقى، بطاطس زي دي كده، سبانخ، لحمه مفرومه، كيلو بطاطس مثلا هنسلقه بالشكل ده كده. التكسيره دي مطلوبه، ما تعملهاش بوريه زي ما انا شغال كده، مش عايز فلسفه. كسريها تكسير يعني كده بالشكل ده كده. حلو الكلام، بس خلاص معانا البيض، ونجيب السكينه الصغيره فاكرينها اللي معانا من البدايه اهي، تعالي يا حلوه يا بيضه، وناخد البيض ده كده على كف ايدينا. اوعى تعور ايدك، ونقطعه ونحطه كده تاني. والله فكره يا شيف، الاولاد عندي من صغرهم مفتومين على البيض، اول ما بقول لها انا عامله لك بيضه مسلوقه يا حبيبه ماما مش هاكل بيض، انا مش عايزه بيض. ليه مش عايزه بيض؟ خلاص البنت خلاص مش عايزه تاكل بيض، والواد فانت حطه له كمين كده في قلب كفته سبانخ، في قلب كفته بطاطس، مش هيحصل حاجه. خلي بالك زي اللي مش بيحب السبانخ دخلها له مثلا في حشوات بيتزا بالسبانخ، كوردون بلو دخلي فيه السبانخ، بيف رول دخلي جواه سبانخ. شفت البيض هنا زي الفل تمام. نبدا بقى نعمل التركيه بتاعت المغازي او مدرسته بتقول ايه. انا ضد بصله نيه وتومه نيه في قلب الكفته، وخاصه لما تكون بطاطس مسلوقه او بنعمل كفته الحاجات فيها مستويه. اقوم اعمل ايه؟ بساوي البصلايه والتومه على النار، بشوحها في طاسه زي دي كده. حلو الكلام، بحط فيها معلقه سمنه صغيره، مش هحط زيت، بالشكل ده كده. واخد البصلايه الناعمه بتاعتي، ما بحطهاش نيه، لو حطيت البصلايه هنا نيه والتومه نيه دي مش مدرستي خالص، انا مش مسؤول عن الريحه اللي هتشميها. نحط البصلايه هنا، حلو، نحط الفص التوم هنا، ونبهر البصلايه والتومه دي، يديها شويه توابل. خلي بالك، سيبها على النار كده تاخد وقتها في السوا، ونشوف موضوع الطاجن ده كده. الكفته دي بقى لما نخش جواها موسوعه، فيها البقدونس، فيها البيض، فيها البروتين، فيها الزيتون الاخضر، كل ده هيخش جواها دلوقتي. فيها البهارات بتاعتنا الجميله زي ما انت عايزه، دي كزبره، اللهم صل على النبي، نحط شويه بابريكا. لا طاجن المكرونه ما تفكرش فيه خلاص، ده انا مأسسه صح، دي كلها على الكفته، اللهم صل على النبي. كفته طبرت تبليها زي ما انت عايزه، فلفل اسود برضو، الكفته لو عايزينها سبايسي حطي فيها شويه شطه مفيش مشكله، الملح بتاعنا، خلي بالك انت سالق البطاطس بملح، تعملي كنترول في الملح هنا، الحاجات الصغيره دي مهمه جدا على فكره. ونقلب ده كده اهو، شويه بقدونس، الله. تعالي انت بقى اعملي ده كده وقولي للاولاد كله منه، مستحيل طبعا، فلما له قرص دلوقتي مقلي ومتحمر هتحمره ازاي وتليه يا شيف؟ اصبر على رزقك. لسه ما خلصتش انا التركايه بقى المهمه، والتفاصيل جايه في الطريق. نقلب كل ده مع بعض. توابلنا مع البيض مع البطاطس مع شويه زيتون اخضر، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كل ده كفته؟ عينيه. هو ده الكلام بقى، دي تركايه بقى يا استاذه ريحان، دي تصبري على رزقك بقى عشان انت ايه
ناكل الحلو مسكر زي ما بقوله يعني. دي التركايه بقى، ده كله هيمسك ازاي بقى، ده موضوع انا دلوقتي حالا دلوقتي. نرجع للبصلايه والتومه مع بعض. ايه الاخبار؟ هي دي اهي، نقلب كده. اوعى تحطي بصله نيه ولا تومه نيه في قلب الكفته، ازعل منك. حمر البصلايه والتومه كده، مكعب زبده عشان تحمر معايا بسرعه. على فكره ممكن تعمل الكفته دي وتحطها في الديب فريزر تخزنيها، تطلعها تحمرها للاولاد وقت اللزوم. روحي اي محل، هاتي بقى اي حل محل بتاع كفته، اي محل بتاع مشويات، واطلبوا منه الكفته دي. ولا يلاقيها في معجم ولا جوجل ولا اي حاجه خالص، خلي بالك هيلاقيها فين؟ مع المغازي. بس تابع القناه الاولى هتلاقي كل الحاجات الجديده. لا تفكري ولا تحتاري، بمقادير بسيطه وسهله هخليكي تختاري. كلام بتجيبه منين يا عم الشيف؟ مش عارف. بصلايه تومه زبده، بصلايه تومه زبده. عايز طعم الروزماري؟ هو السر في الطاسه دي، خلي بالك السر كله في الطاسه دي. شويه الزعتر دول، شويه الروزماري دول، عشان ريحه البصلايه والتومه زي الفل. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هي دي التركايه يا عم الشيف. التركايه هنا بقى، خلي دي كده على جنب ونيجي هنا للخبره الطهويه بقى. اللي كل بيسال دلوقتي، دي هتمسك في نفسها ازاي وتعملها قراص ازاي وهتفك منك يا مغازي؟ احنا على عينك يا تاجر دلوقتي حالا. البصلايه، التومه ناخدها زي ما هي كده بنحطها هنا. الله اكبر. هو انا لما اخد العربيه بتاعتي واروح على اي سوبر ماركت دلوقتي والم اللي في الثلاجه واللي على الرفوف واروح البيت اطبخ، ما عادي الحاجه بتطبخ لوحدها. يعني لو عندي ديك رومي دلوقتي ولا فخده ده، انا اقعد جنبهم كده واقرا المعوذتين واقول الله، هو الطبخ لوحده، مش محتاج الديك رومي، مش محتاجين نتكلم عنه، خلي بالك. ولكن لما تكون بمقادير قليله بسيطه وسهله وتبيني لي افتكاستك وخبرتك الطهويه في المطبخ وحبك لمطبخك وتعملي حاجه جديده لاولادك، انت كده ست بيت شاطره، خلي بالك. ست البيت الشاطره مش هي تروح تعمل فاتوره ب 5 6000 جنيه في الاخر، الراجل هيفطر بقسماط وشاي الصبح بلبن، او بالليل شويه شوفان مع شويه حليب يا حبيبي عشان تنام عش... تنام متعشي خفيف. انا عارفك لما بتتقل في العشاء بتتعب، وهكذا. ادي البصلايه والتومه مع بعض، حلو الكلام؟ العب. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. حلو قوي، ده البيض. اللهم صل على النبي. مع البيض ده يا عم الشيف. الله الله عليك. بس خلاص ده نشا. نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف، كل دول مع بعض. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي. بيض نشا على البصلايه والتومه. لسه ما خلصتش. بيض نشا، هتقول لي نشا ليه؟ عشان تسمعي صوتها وهي بتتكسر تحت اسنانك تبقى كريسبي. الخليط ده بيض نشا، تلات بيضات للكميه اللي قدامي دي كده، على البصله والتومه اللي انا حمرتهم مع زعتر او روزماري. اخدتهم يا عم الشيف، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، هي دي الخبره الطهويه. كده الخليط على مسؤوليتين، هنقلب كل ده مع بعضه ونعملها قراص دلوقتي مع بعض ونحمرها في قلب الزيت. الله، لا لا لا، مدرسة يا مغازي، مدرسة يا مغازي. شفت خدت الشكل ازاي؟ انت ممكن على فكرة تدخلها كلها زي ما هي كده الفرن وتبقى ايه، صينية جراتان، تحط على شوية جبنة موزاريلا وبألف هنا وشفا، وفرت على نفسك مشوار كبير في الزيت لو عايزها يعني كده. برضه جات ازاي دلوقتي مش عارف، برضه ما تسالينيش. هي دي الخبره الطهويه، زي ما هي كده بتسويها وتحط عليها شويه جبنه وشويه حليب وتدخلها الفرن. وده مسمى تاني، بطاطا جراتان بالفرن مع الجبنه. احنا عايزين نعملها كفته قراص لان الاولاد متعودين على البفتيك. انا مش هعمل بفتيك دلوقتي باللحمه المفرومه، لا بفتيك بالبطاطس والبيض. زي الفل كده، خليها وتعالوا نشوف السجق اخباره ايه. واحده واحده مع بعض، هنجيب صينيه عشان ندخل الطاجن ده الفرن. عينية وناخد كده المكرونة بتاعتي. اللهم صل على النبي على الطاجن ده، حكاية
ايه الحلاوة دي؟ بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، شفت الحلاوة؟ اهي اهي. طاجن مكرونة بالسجق، ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف اهو. الله 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 الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ألف هنا وشفا للي ياكل. شفت الحلاوة دي؟ والسجق باين والمكرونة باينة. تعملها طواجن صغيرة في الفخار عادي. هتعجب ولادك برضه زي ما بياكلوها بره بعض المحلات يعني. كل واحد ياخد الفخارية بتاعته كده ويعيش معاها، حلو؟ هندخل دول الفرن. أستأذن حضراتكم نروع الكسرولة بتاعتنا وندخلها الفرن. تاخد لون، نعمل جرنش بقى بطماطم ببصل، شغل المطاعم بقى، بفلفل زي ما انت حابه. على فكره ممكن تحط شويه زيتون على الوش عادي بالشكل ده كده، شفت الجو ده كده اهو. حرمش طاجن محرمش، جوزك بيحب الحار اهو زي الفول ده، نكسره كده. انا شخصيا بحب الطاجن على وشه كده قرن فلفل حار، بيفتح الشهية. مخرجنا بيحب الحار. هندخلها الفرن يا عم الشيف في درجة حرارة 180 اهي زي الفل. افتح يا سمسم. شفت طاجن المكرونة بالسجق ده؟ موسوعة زي ما هو كده في قلب الفرن. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة، بص على الشياوة، بص على الخبرة الطهوية. بأقل تكلفة عملنا طاجن موسوعة، صورة تحفة فنية في قلب الفرن. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل عمل كفتة البطاطس بالخبرة الطهوية المغازية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير. ومخرجنا مش عارف ليه حاططني في راسه، قال لي دي هتعملها قراص ازاي؟ يعني انا مش شايف كفتة يعني تبقى ناعمة. اصبر على رزق، زي ما انت شاطر في الاخراج انا شاطر في المطبخ. دي خدت البيض بتاعها وخدت كل المكونات اللي حضراتكم شفتوها. تعالوا بقى نعمل شويه قراص كفته، بس انا عايز الفكره كلها نوصل للفكر الطهوي وفي نفس الوقت الفكره جت منين. ده مهم جدا على فكره، ده اهم حاجه. انا هعمل دلوقتي قراص كده. ايه الاختراع اللي بتعمله ده يا شيف؟ بسله. وانا عايزك برضو تخش المطبخ تتسلي. ده زيت على البلانشة كده. حاضر حاضر، بقول الطاجن في الفرن. انا عارف انك انت مركز مع الهبر، طلعه لسعادتك دلوقتي. حاضر، بس اعمل قرص بس كده نتغزل فيه بدل ما حسابين الكاونتر فاضي كده، وفي الاخر نطلع لك الكفتة. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. النشا والبيض هنا هو اللي بيلم الشمل. في طاس على النار شديدة الحرارة مأمن عليها وبتسخن. تعالي بقى للتفاصيل والمكون بتاع الحاجة اللي في ايدي دي كده، القرص اللي في ايدي ده مكوناته ايه؟ بروتين حيواني هتلاقي، نشويات هتلاقي، كربوهيدرات للرياضيين هتلاقي، فليفر وطعم من البصلة والتومة هتلاقي، خبرة طهوية هتلاقي، حب هتلاقي. اللي مش بياكل البيض المسلوق ما تقولوش ان الكفتة دي فيها بيض مسلوق. كدبة بيضة دي، ففي كدبة بيضة يعني بتبقى لصالح الجمهور. هتحمر؟ لا مش هنحمر كل ده، احنا بنشتغل مع بعض ومحدش بيجري ورانا. معانا المخرج قال لي معاك 7 دقايق. طبعا لو يعني انا بقى قلبي خفيف وقال لي اجري بقى دلوقتي واحل الابرم بتاعي واجري، 7 دقايق مين يا عم؟ هعمل الكفته ولا هعمل العصير ولا هخلص السجق؟ هتلاقي الدنيا كركبت على راسي، هتيجي عامله تليفون لجوزك، بص يا حبيبي خد صحابك وتغدى بره. بص انا شغال ازاي؟ بكل هدوء، الطاسه بتسخن. حمر 1 و2 و3، هي الفكرة عايز أوصلها لحضراتكم أهو. دي على فكرة ممكن تعمليها وتشيليها فين؟ في التلاجة. ينفع يا شيف؟ على مسؤوليتي. هطلعها من التلاجة قبل التسوية بنص ساعة،
حمريها في قلب الطاسة وتطلع زي الفل. مش عايزة طاسة حطيها ورصها في صينية سخنة ودخليها الفرن زي ما عملنا قبل كده الكوردون بلو مشوي في الفرن، كان لطيف وجميل. بس احنا هنحمر قرص واثنين وثلاثة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ده البركة فيها والله. بسم الله ما شاء الله، 2 4 6 8 داخل في العاشر وال 12 وبعدين ايه؟ يعني ده لوحده كده في كل حاجة، في كل طبق سلطة خضراء واتعشت، شوية مكرونة بالسجق زي اللي أنا عاملهم دولت واتعشت، وعشان الله حلو اللي عنده ولاد هو اللي حاسب، وكمان اليومين دول عارف استاذ رحاب عشان اللي عنده ولاد والامتحانات مشغولين، ذاكريا واد ذاكريا بيت، ذاكريا واد ذاكريا بيت، فاعمل يوم وحطهم في التلاجة، يرجع من المدرسة بعد الامتحانات اللي حل كويس تعملوا له كفتة من اللي أنا عاملها دي، واللي ما حلش كويس أي شريحة توست كده عليها حتة جبنة. ما حلتش وعايز تاكل كمان؟ ما ينفعش. اكمل ولا الوقت مفيش؟ احنا ممكن عادي يعني. يلا اهو خلصت، حاضر. عد بقى معاك للصبح، عد. هي في بركه كده. حلو الكلام؟ حاضر، هطلع الاول الطاجن بتاعنا الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. خلي ايدينا كده. الطاجن بتاعنا هو ده، اللهم صل على النبي. لا طاجن حكايه زي ما قال الكتاب. كتاب مين يا عم اللي فيه التفاصيل دي؟ خلي بالك. الكتاب ده بيرص مقادير وماتيريال وفلوس. شوف التفاصيل هنا. صلى على الحبيب قلبك يطيب. هنحط قرصين في الطاسة والمغازي جاب الخلاصة ونعمل مع بعض العصير. ادي الزيت. حلو. عايز الاحمرار سريعا. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ قليل من الزبدة لإضافته للبطاطس أو للبصلة يساعد على سرعة الإحمرار. هي دي المدرسة. حلو. كل اللي أنا هعمله أعمل إيه؟ شفت الشقاوة؟ صلى على الحبيب في قلبك. يا ويلي يا ويلي. مايسترو مايسترو. حمرهم كلهم، خلي رزقك على الله، خبطي عجار وجبران الخاطر على طول، السماء تستجيب لجبران الخاطر. والله اسرع دعوه جبران الخاطر. يا حاجه صباح الخير، بفتح التلفزيون النهارده القناه الاولى شفت الواد الشيف المغازي عمل كفته شويه بطاطس يخت وبطين مسلوقين وعمل حاجه لطيفه وجميله. وبدايه الحديث ايه؟ عينيه يا فندم. حلو، تعالوا نعمل العصير مع بعض. العصير تفاصيله ايه على الشاشه؟ مقادير العصير من خير ارضنا، فراوله، موز، جوافه، وهعمل سموزي دلوقتي بالتلج، والمقادير على الشاشه. اللهم صل على النبي. كل حاجه هنعملها بعون الله، واللي مش هنعمله النهارده هنعمله بكره. حلو الكلام؟ موز، فراوله، جوافه. انا من عشاق السموزي بصراحة، ما كنتش بحبه، بس لما لقينا الصيف بقى والحر، البطيخ نعمله سموزي، الجوافة نعملها سموزي، كل العصائر اللي ممكن حبنا نعملها سموزي. ولكن نصيحتي ليك لما تيجي تعملي السموزي عشان يبقى معاك حلو زي الفل وما تكسريش الخلاط، وكل شهر تشتري خلاط وكل اسبوع تشتري خلاط، انت لو جايبه خلاط مصنوع من الحديد مع الوقت هيتكسر لانك بتكسري فيه تلج. فانا اقول لك على تركية كده حلوة هتدعي لي للأمانة. يعني انت عايز تعمل لي عصير ده سموزي، اعمل ايه؟ ولادي حابينه، اعمل ايه؟ تحط الفواكه دي يا ست الكل في الفريزر. عينيا، تحط الفواكه دي في الفريزر. تقوم تسقع وتبقى لطيفة معاك. فين التلج؟ جابوه. هو ده، الحمد لله. زي الفل، حتى التلج كمان مجروش كتير يعني، ونحط الموز. ده الخلاط ده يعني هو اللي تكسير التلج. انا ما عنديش نعمين. هو ده مهم جدا علشان ما يحصلش اصابات في المطبخ. ده موز 2،
شوية فراولة حلوين. الله، أنا من عشاق الفراولة عصير، أو أحط عليها سكر وأكلها، إنما أديلي فراولة كده أكلها بالشكل ده ما بطقش، ما بحبهاش. سكينة ما مرتش لا على بصل ولا توم. لا الكفتة ما تقلقش، أوريها لسعادتك دلوقتي حالا، أوريك الشقاوة بتاعة المطبخ. بعون الله، أنا بحبها كريسبي. ودي جوافة. عايز السموزي بالحليب هتحط حليب، زودي شوية حليب. عايز السموزي بالشربات حط شربات. عايز أبو السكر حط سكر. اللهم صل على النبي. يلا يا عم الخلاط، بصراحة أنا عايز أعمله بالسكر، مش عايز أعمله بالعسل. وفي قلب الخلاط يا عم الشيف، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، انا اسف لازعاج الخلاط، بس عادي ممكن يكون مزعج، بس في الاخر هيدينا طعم حلو فيزعجنا براحته. ده صديق خلاط كبه، انا بسموهم اصدقائي. العصير بتاعنا خد اللون الحلو ده مش عارف ازاي. طبعا الفراوله مع الموز مع الحليب كيان كيان. اللهم صل على النبي. يا صبابين العصير زيدوا شرباته. اللهم صل على النبي. كوبايه فيها كل التفاصيل، اللي بيحب الجوافة هيلاقي جوافة، اللي بيحب الفراولة هيلاقي فراولة، اللي بيحب الموز والبوتاسيوم والمعادن هيلاقي. دول ليا أنا بقى بعد ما أخلص، عشان تعبت هنخليه على جنب. اللهم صل على النبي. نعم، ده أنا هوريك إبداع دلوقتي. صل على الحبيب في قلبك. هوريك الكفتة بعد ما استوت، مش بنهزر إحنا. كفتة يعني بقدونس مفروم ناعم تحت منها كده، حاجة لطيفة، مش عايزه لا ده ولا ده. هتعمل صوص طماطم، تبقى مع صوص طماطم لطيفه، بس البقدونس اتغسل. عايزه تحط مايونيز او كاتشب لاولادك مفيش مشكله، ده اختياري حسب الرغبه يعني. انا بحبها صراحه كده ناشفه من غير اي حاجه خالص للامانه يعني. نعم، عيني اوريك الناحيه الثانيه. اهي يا فندم، اهي يا فندم، اهي يا فندم. مش عارف ليه حاططني في راسك. اهو يا فندم. اهو انا بقلبه على الناحيه التانية. طب ارص دول. يا فندم. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، خبره طهويه، الشطاره يا ست الكل، انك باقل تكلفه ممكنه تقدر تخش المطبخ تسمي بسم الله، هتعملي كل حاجه حلوه انت نفسك فيها بعون الله وباقل تكلفه. ولكن حط في الاعتبار دايما نرضي ولادنا واطفالنا والصغير قبل الكبير. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ مطبخنا ببساطه وسهوله، مقاديره في متناول الجميع، بنعمل افكار بسيطه وسهله، وحريصين كل الحرص يكون فيه المكون الغذائي او الهرم الغذائي في كل اكله بنعملها عشان تستفيد بيها اطفالنا وكبار السن، وخاصه ايام الامتحانات الحاجات السهله البسيطه لكل ام عظيمه بتتابعنا. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.